وراه يخرج دابا عاد تزول عليه عريان، بقى هنايا عريان ودابا وهرق على راسو الدلوى، كان غادي يعطي راسو العافيه. كيف قول لك عاملين الاضراب؟ علاش ما عطاوها لنا شي البارح ويسمعوا عاملين الاضراب؟ ما خصني حتى شي حاجه، كنطلب غير الدواء ديالي نصلبو ونمشي بحالي. غادي نمشي نهرس الزيجان باش نطلع للحبس، الحبس غادي يعطيوها لي بطل، ما غادي نشريها، ما غادي يعطيوها لي. الحمد لله عندي الدواء. شوف السلام عليكم ورحمه الله. خصنا غير الدواء ديالنا اخي، شادينا الطريق على ديك الدواء. كيقول لك عاملين الاضراب، علاش ما عطاوها لنا شي البارح ويسمعوا عاملين الاضراب؟ وحنا كنموتوا هنايا، انا يما كتموت في الدار مخليها بوحدها ونبقى جالس هنايا. دابا انتوما كتصحاب كتبقوا من اجل العلاج. دابا من اجل العلاج وهم معيدين لنا هذا العلاج. دابا فتحوا لنا هذا الشيء هذا، الله ينصر سيدنا. ايوا شنو المعمول دابا؟ انا سايب 40 سنه وانا كنكمي، حمقت العائله ديالي كامله، بعت رزقي كامل، بقيت زقينقه، بقيت ما عندي والو، ما خصني حتى شي حاجه، كنطلب غير الدواء ديالي نصلبو ونمشي بحالي. خلي يما حمقت العائله، خرجت عليها رزقي كامل، خرجت على كونترا ميتادونا كيعطيوها لي غيزولوها لي. كونترا والله الا دابا غنعمل نتمهم بحال اللي ما عمرهم شافوها، لا اللي كيعطيها لي ولا اللي ما كيعطيها ليش. هاد المركز على العافيه، وانا ومع على الرسول الا البالغ، انا بلغ خصني الدواء ديالي. هما دايما كيتوكم الدواء ديالي. انا خصني الدواء ديالي، انا العائله ديالي حمقت، خصني الدواء ديالي. عندك يبقى عليهم في الحزام هي اللي ما كايناش، انا خصني الدواء ديالي، حمقت العائله. وميتادول وتنشريو هذاك وتنشربوا هذاك. بحالنا ما كيطيوش الدواء ديالنا. الطبيب دابا قالوا لنا ما كايناش. دابا قال لك ما كاين وما عاملين الاضراب. قلت له عاملين الاضراب. عاملين الاضراب، عاملين الاضراب صحي. عطيونا الدواء ديالنا. لا تسمحي، هما عاملين اضراب صحي بالحق. حنايا خصهم يخليو لنا ولاو غير بيرمانس كيما عاملين بيرمانس في السبيطارات، يخليو لنا حنا عندنا الدواء ديالنا. الدواء معانا معتمين الصحبه ولكن معتمين. وهي كتكسر خطيره 65 كنشرب 65 ولا كنشرب 70 ميلي غرام كنشرب. هكا غير الدواء كاغيت ديالو هذا الطبيب هذا حسوني مكلف بينا الدكتور اللي تعطينا الدواء هنايا. ودابا 70 ميتادول تنشربوها في النار يوميا، خصنا نشربوها وتعطيونا السبت والحد تنديوها معانا. ودابا عام وانا تنستهلك الدواء وتنخدم ونعرق راسي باش نرخص نشري هذا الدواء هذا. اما هذا تعطي لي الدوله بطل على سيدنا الله ينصرو، هو اللي فتح الطبيب ديال الشفاء. وهذاك الطبيب ديال الشفاء تفتح تحسنونا وتفتح هذا تبني ما كذا، لحقتنا النوبه ديالنا. دابا خصنا نشربوا الدواء ديالنا اليوم. خصهم تيقول لك هما قال لك عاملين الاضراب. الصحه وزاره الصحه عامله الاضراب. عامنا فوقاش عامنا اليوم. حنايا ما عرفنا والو، حنا عرفنا جينا نشربوا الدواء ديالنا. قال لك الدواء ما عند ما كاينش، او ما عاملين الاضراب سادين وواقفين وجالسين. وحنايا هذا الدواء هذا راه ما كانش غادي يتعمل. شوف غادي يتعمل 12 الليل، غادي نقدر نهرس الطونوبيلات ونطلع للحبس. انا ضارب 31 عام ديال الحبس، انا نقدر نتعمل 12 بليل. هذيك الحاله اللي غادي تنوض فيا علاش الهيروين كوكايين ما عنديش باش نشريها 20 فرانك. كنت كانت عندي 20 فرانك كنت نمشي نتوض فيهم ونمشي دابا نشريها. بالحق انا ما عنديش 20 فرانك، غادي نمشي نهرس الزيجان باش نطلع للحبس. الحبس غادي يعطيوها لي بطل، ما غادي نشريها، ما غادي يعطيوها لي. الحمد لله انا احسن من الحبس من الزنقه. اذا جينا 4 سنين ما طلعت للحبس، نتعالج وليت مزيان، كريت وليت مزيان وكل شيء. بالحق دابا هما قطعوا علينا الدواء، هما قطعوا. هو دابا اليوم جيت مع 8:30 الصباح باش نشوف الدواء ديالي نشربو ونمشي بحالي، نشرب الدواء اخر ونمشي بحالي، نترزق الله. ساعات جبرتهم هما من دابا وانا تنتسنى ما كاينش الدواء. دابا هذه المره الثانيه تيعملوها لنا. دابا عاد زول عليه عريان، بقى هنايا عريان ودابا وهرق على راسو الدلوى، كان غادي يعطي راسو العافيه. هما الناس هذين السلفيه تيقولوا لنا ادخلوا لعندهم من داخل اعملوا فوضى، ما تعملوا الناس يتقطع الطريق هنايا. وحنا باقي ما جابوش، غادي نمشي ماشي نعملوا في راسنا شي حاجه. ما خصناش حنا هذه محاوله القتل لراسنا على فيها عقوبه، لان ماشي معاهم بالقانون. حنا تنمشيو مع القانون. وعاش مالك الله يرحم الوالدين. سيدنا مالك دابا انا مبليبيا، دابا هذه 12 عام ولا مبليبي الهيروين، دابا عام ونص وانا كنتعالج هنايا، فهمتيني؟ هنا كتكون في الرينكون. يعني الحمد لله ملي كيتواك الدواء كتكون مزيان. كنكون مزيان، ما كاين لا مرض لا والو، كنمشي ناكل كنشري في قهوه حتى الغدا ان شاء الله، عاود كنجي نشرب الدواء ديالي. دابا راه معذبين، راه المونو خطر صح، راه الهيروين كتمشي في الدم والعروق، راه كتسكن صاحبي. راه 14 عام في الزنقه، دابا 25 عام الحمد لله، باش حمد الله باش تخدوا يعذبونا ماشي منظر هذا.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.